اصلا يا جدعان ورجعنا لكم فيديو جديد. يا ريت قبل ما نبدا الفيديو تسوي لايك وسبسكرايب عشان النهارده معانا لعبه جديده ابيكس ليجندز، وزي ما انتم شايفين داخلين فاير رينج عشان طبعا انا يعني ما بقاليش كتير بلعب ابيكس ونوب شويه، فهتحسن شويه وبعدين ابقى لو انتم عايزين طبعا انزل لكم منها تاني واكتر يعني، ونقعد ننزلها كتير قولوا لي في الكومنتس بقى ونزلها. بصوا يا جدعان انا دلوقتي هاخد معانا طبعا وفائي وحازم او شريف اي حد فيهم، هما الاثنين اخوات. انا هاخد سلاح من هنا لحظه، لا مش ده جي 7 سكاوت ما اعتقدش، هاخد ده. انت شريف ولا حازم بقى؟ طيب ماشي، هما الاتنين صوتهم شبه بعض كده يعني محدش يلومني. ماشي انا بس هاخد سلاح تاني، وانا اخد شيلز وكل حاجة. ماشي محدش يضرب التاني مش مشكلة. السنايبر 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 فين هو؟ مفيش طال سنايبر هنا في الفاير رينج بتاعي، هو الطال اللي لا في طال سنايبر بس اي حاجه ليجندري، اي حاجه من ثلاث اسلحه ليجندري ولا ليهم طال ولا ليهم سكوب. ايه ده هو في سكوب للاسلحه؟ والله والله العظيم ما كنت اعرف. طب يلا يا معفن انت، ما عملت البتاع عشان تشوف اماكننا يا كلب. فاكر تضرب بايه يا حبيبي؟ لحظة انا قاعد بنزل اصلا. اه يا كلب قال لك ما جاتش. لحظة 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 بروك شيلد انت بروك شيلد، قول لي لحظة قول لي لحظة. قال لك تاخد فينيكس، تاخد فينيكس يا كلب، تاخد فينيكس. ليه الفينيكس دي طويلة قوي كده؟ اه دي بتحشي كل حاجة، ده جق جق بجد. تعال تعال قال لك دمجته. ارمي عليه ده، قال لك انا مت. جي جي ماشي خلاص، سيبني بقى سيبني 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 عشان معاه احنا متفقين. احنا يا كلب انا فنشت نفسي. ايه ايه اللي انا كلب فنشت نفسي؟ لا انا فنشت نفسي. هلا والله ماشي هروح ابدل السلاح مع السلاح اللي جبت بتاع الكلب. سلاح بدون مش 10 ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا عايز قال لك ايه السلاح ده؟ اجرب على البوت بس ايمي، مع اني هنزل اصلا السلاح ده في كل الاحوال. ينفع؟ ايوه شكرا 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 يا كلب. لحظة بس انزل اسلحة يا ايه ايه ده؟ انت اللي فين؟ انا عايز انزل ده. انا في الدنيا، قول له انا في الدنيا. انا هنا اهو. الترنيتر احسن بتهيألي صح؟ يا جدعان الترنيتر ولا ار 45؟ ار ايه 45؟ 45 مفيش حاجة اسمها ار 45. ار 99 45 مين؟ ايوه انت بتتكلم عن بيستو الرشاش يعني؟ لا يا عم ولا الترنيتر. ما الترنيتر برضه بيستو الرشاش ولا ده مش بيستو ده؟ يلا ايوه لو سمحتوا يعني محدش يتدخل في شؤون البتنجان. الله يا كابتن ليه؟ لا 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 ما احنا واخدين هيلينج ليه؟ لا يا عم مفيش كلام من ده. ماشي سلاح واحد صح؟ ايوه عشان ده تاني. يلا بينا. انت معاك سنيبر وانت بعيد وانا مش معايا سنيبر. مين يا ابني؟ فنشته. والله العظيم يا محمد ما اسيبك تعمل زي في حياتك. شكرا.
مش بكلم عليك انت، انا بقول لمحمد اتكلم. او انت لحظه، انت ما كنتش متفنش، انت كنت بتدمش بس. انا مش هقتلك سوا بابا، انا كنت معمول لي نكهه غبيه معاك يا عم حبيبي. شكرا. ده الحاجه الوحيده اللي توصفك يعني، في ايه اكتر بس من كده؟ ده واحد نايم على الارض قدامك هيكون ايه؟ بتشمس؟ تعالى مش عارف، كنت فاكرك بتهيئ بعيد لو انا نايم على الارض. اه بعيد الجثه. جثه ايه؟ نضرب ولا لا؟ ماشي. حرام. لا ما ولا انا ولا حد يا عم يلعب عادي. يا كلب يا محمد يا يا عم اسكت يا عم. انا الكلب. بص يا اسي كام اصلا. لا مش كده، مش على كده، مش تبقى على كده. مين على كده؟ لا احنا قلنا مفيش هيل على فكره، قلنا مفيش هيل. ابلع 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 ابلع. تعال تعال ده انت قلتش. تعال انت فين؟ اه سوري سوري سوري، مش هفنش خلاص. الو نعم. لا انا عايز اهين، عايز اهين. قال لك كفايه بقى بيلعب جيم شات عشان طلع. give me a second. ايه يا تشيس في الكلب سيبني هايل. فونكس عندي قرب يخلص. لا جدعان عندي اضربك ولا لا؟ اه انت لسه نوك. فنش يا ابني، مش معايا ارمور اساسا، ما خدش اي حاجه. تعال تعال تعال. اي كنت بحدك ده، مش معايا اي حاجه. تعال 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 وريني نفسك بس. تعال تعال طنش. تعال يا جدعان فنشوني يا جدعان، هفضل اتفرج عليكم. يا استنى قال لك بقى سيبني اعمل سيلفي فايف. عندي سيلفي فايف. ايه ده ايه ده ايه ده؟ فنشني يا ابني عشان محمد قليل الادب وقتلني من غير ما يبقى معايا اي حاجه. انا مالي؟ انت اللي جيت لي وبتضربني. ما عشان انت ضربتني انا هضربك. قال لك انا هتعمل من الاول عشان اخر لحظه. ماشي ايه ده ايه ده حلق ايه ده؟ بلاش. ايوه شكرا شكرا. ايوه ايه ده؟ ايوه ايوه شطور 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 شطور. خليك دايس بس كده. استنى سيبني هايل بقى، سيبني هايل. خلينا محترمين ومؤدبين وناس طيبين. فنكس ده بيقعد 10 ثواني زي الملك. لا 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 لا. لما نيجي نقرب هنعمل ايه؟ طب لحظة لما نيجي نقرب هنعمل ايه؟ هو فين تاني السنايبر؟ انا كنت فاكر ان مفيش سنايبر غير الكرابر ده. لا يا ابني في سنايبر. ما انا بقول لك الليجند مالوش علاقه بسنايبر، ده طلق السنايبر والسنايبر نفسه. لا انا عايز احط طلق قوي 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 يا لهوي. طب ايه بقى اللعبه؟ مش هتحركيني يا حبيبتي؟ لسه بس بتديني بيمشي الصبح. انا باخد طلق بس. باخد طلق حلو كده. طلق مكفي بتالي. شوف انا عايز فونكس، محتاج فونكس ولا هو معانا كام اصلا؟ فونكس صفر. قالك طب بص انا هلعب انا ومحمد قبل ما تطلع. لا يا عم ده لحظه انا لازم انزل حاجه. لحظه 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 لحظه. مو ايه اللي اخدته ده؟ مش مشكلة. عايز فونكس لو سمحت. فونكس بس بس. انا مش معايا سكوب. انا مش معايا سكوب كده. معايا كام واحدة فونكس؟ طيب يا كلب بعمل حاجة. ايه ده؟ مش معايا سكوب في السلاح اساسا. ايوه يا ابني صور. انا بقيم بحاول. قل قل انا محتاج دلوقتي استهلك واحدة فونكس. ايه ده بقى؟ ايه ده تقتلنيش؟ لا مش بلعب. انا كنت بلعب كنت قتلتك. ده طلعت فونكس على الفاضي. مش الدنيا مش الدنيا. اه نضرب ولا لا؟ اه يا كلب. مين اللي بيضرب عليا؟ انا عايز. ايوه انا كل شويه الجيم كله هيبقى كده هيلينج. تعالى يا عم
هلا ده انت وايد ما ما تفاتش على بتاعت السنايبر دي يا ابني ده يا ابني ايه محمد انت معفن يا محمد انت ليه معفن سنايبر بس كل الالعاب كده سنايبر بقى ابلع سنايبر بس اهو يلا يا محمد يلا قلت لك ايه محمد والله العظيم انت معفن معفن شكرا ماشي قرب بتاعك ده في كل الالعاب كده محمد استرجع وخليك اسكت بقى انا بفنشك ايه ده انا اسف انا اسف انت اعرف ان انت شفته في حياتي والله العظيم يا حبيبي ايه اش عرفني اصلا انتوا بتلعبوا كده اهو عشان نزلت نزلت عاملين مزعق اهو في المايك نزلت نزلت اهو نزلت اسكت نزلت لما حد يحارب حد ما تضربوش طب يعني خالص ما اضربش كده افضل واقف لا لما هما بيحاربوا اوكي لكن لو قتلته ما تضربنيش من الدم يعني ماشي اهو ايه قال لي يا ابني انت واقف قدامي وتضربني وتقول لي يا ابني يا حبيبي انا جت فيك جت فيك ولا ما جتش طب ماشي تضرب ليه بقى وفين انت بتلوت طيب مش فين تاني بس حط المشين لو سمحت سيبه فيه عشان بيلوت تعجب ايه ده انا مفعش اضرب من جوه يا عم خلاص انا بضرب سكوب ايش معنى اجيب الارتار انا هقتل نفسي يا عم ما عنديش سيلف ريفايف هقتل نفسي ليه ها حد يقتلني حد يقتلني حد يقتلني حد يقتلني حد يقتلني ايوه كده اديله اجمد قتلني يا رفاقي قتلني ايه ده انتوا الاثنين ماتوا احنا الاثنين قصدي يا عم استنى يا عم قتلني اتفضل ايه ده انت كده بتموتنا بصحيح بدل ما تلوي التاني مشكور شكرا هتضربوش هتضربوش لحظة يا ريت عايز كت يلا الجامعة عندي معلقة قوي 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 يعني بطريقة ايه ده انا اقدر اغير الله عايز نجيب لايف لاين هات يا رب يا رب يلا سنايبر بس لحظة التريت الاس ان جي وقعوا ايوه عشان محدش يقول لي حاجة وعايزين نغير السنايبر عشان طلق مريدي لحظة انا عايز سنايبر ده لحظة لحظة هو ايه هو مفيش سنايبر غير واحد بس يا ابني في اربع يا محمد انت مع محمد هو ليه روح هنا يا محمد روح هنا يا حبيبي روح هنا فين انا بجد مش قادر انا هخلي فرحه خلي اسكت لسه هاخد موقعي ومركزي وكله ايه ده سبلاي هات هلا والله هات ايه ده مش مهم اوه ايه ده لا ده انا معايا ليجندري انا كنت فاكر بلعب بدل الوالد محدش يضرب فين قال لك ما جاتش ازاي ما جاتش ازاي وفا يا سهد بالله قال لك يا ابو زيد يا لهوي ما جاتش ازاي دي فهموني فهموني يا راح يا كلب 305 هيت شوت هيت شوت انا واقف في حته لو خرجت انتوا اتنين انتوا اللي انا باين لكم انتوا الاثنين يخرب بيتكم فرج فرج محمد والله العظيم انا مش سيبك مركز تاني في حياتك انت عارف ان انسان يلعب في الحياه يا حبيبي ايه ده وساخه ده اسمه وساخه ينفع تعمل نفسك ريفايف هي القرف عملت لك ايه يا حبيبي انت ما قلتش جو يا حسن عملت حاجه غلط انت قلت جو يا سلام لا
لا انا وانت يا محمد يا حازم ماشي محمد ما عادش بقول لك طب وانا انا هقعد اتفرج عليكم جو قول جو هي جو هتضايقك في ايه هتشتمك جو يلا العب اتفضل قول لي يلا العب استنى هاي يا حبيبي يا عم هي شوية حتتين الهيلسي دي هي اللي هتضايقك يا عم لا وحش يا عم انا عايز ابديله واخد يلا جو بقى طيب ماشي انت فين عامة طيب ايوه هو ده قال لك جاتش انا قلت جو ماشي محدش كلمني شباب جو ماشي يلا انا كمان انا كمان جو يا جدعان بصوا بيقولوا لكم تريك شوت بالسنايبر انتوا فين اصلا مش شايف اسمه ايه ده حازم وان شوت انت هو فين اصلا مش شايفه مش شايف غيرك اصلا في الحقيقه جربت اعمل تريك شوت بس ما لم تظبطوا معانا في حوض ده مش طبعا في ابل اي عاش يلا حازم مظبوط كده فين بقى الواد اللي اسمه محمد ده انت فين شايفك انت اللي فين انت فين انت كمان طب اعملوا فريند فاير اون عشان اعرف اشوفكم قصدي يف نضرب على البوت ده انت فين يا محمد انا بتنطط كده في الخلا يضربوا انا عايزهم يضربوا حد ضرب الله يا فكره ثانيه واحده ثانيه مين بيضرب تحت رجلك تاني صح هنا يا كلب تضرب فين هو لا شو انت فين اطلع اخر كلمه بقى واقفل الفيديو ماشي الله وفاء انجز انت فين قالك انت فين يا عم فين مش شايفك مش بعد انت كده بيتحركوا قالك كده بيتحركوا كلهم تيم ما 45 واحد ايه يا عم الكلاب دول يا عم هم بيلوتوا ولا بتالي يا رب بقى قفا يا كلب قفا يا كلب لا عايز اعرف بس معاك الاشتراك يا مان ده لا يا عم قالك يا عم البوت جالي البوت غشاش ما بيلعبش بالسلايبر تاني ديت وايت شوت هو عادي يا صاحبي انت فين بقى عشان انت متدمج انت متدمج يعني قوي لا ما حصلش قول ما حصلش لا ما قلنا ما نهيلش لو الا لو مت انت ما متش ما تهيلش يلا حلوه دي افا انت فين افا انت فين افا اديت له فاي كتير ايه ده قال لك البوت قتل واحد البوت قتل واحد فينا انا اللي قتلته انا اللي قتلته انا يا جدعان البوت جامده قوي يا جدعان قال لك اعمل شوت شيلد خلاص تعالوا بقى يا جدعان تعالوا عشان انا انهي الفيديو انهي الفيديو ماشي بس كده دي نهايه الفيديو يا جدعان وما تنسوش لو عجبكم الفيديو عشان ننزل ابيكس اكتر بقى بس ما نلعبش دي اللي هو بلاي جراوند اللي هو نبقى ضد بعض وضد بوتات كده نبقى نلعب اللي هو باتل رويال حقيقي ما بعرفش يلعب ولا حبيبي ولا حبيب. حاجه ايوه ما عشان كده دخلت في الرينج نلعب باتل رويال كده عايز اشوف كومنتات بتقول كده وعايز اشوف لايكات وكده عشان اعرف اتحمس وانزل لكم ابيكس تاني فبس دي كانت نهايه الفيديو اشوفكم في الفيديو الجاي